السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله خرجت اليوم إن شاء الله جولة وخرجة مع الأصدقاء والأحباب إن شاء الله، خرجة من الصباح إلى المساء إن شاء الله، تابعوا معنا المراحل إن شاء الله. تمنتنا الإعجاب ديالكم هاد الخرجة هنا إن شاء الله. انطلقنا إحنا والأصدقاء ديالنا إن شاء الله في الصباح، قلنا إن شاء الله اتفقنا نمشيو ان شاء الله كما قلت لكم اتفقنا غادي نمشيو لواحد لابو سميتو لوفيري، زوين بزاف واخا بعيد. ان شاء الله غادي تتابعوا معنا ان شاء الله الطريق ديالو. احنا كما تعودنا ان شاء الله في الخرجات ديالنا كنخرجوا يعني من الصباح، يعني كنعولوا على الفطور ان شاء الله في الطبيعه والغداء وحتى الكوتي، والعشاء كنكملوه يا اما في ديورنا يا اما كنمشيو لشي محل نتعشاو فيه وكنمشيو مرتاحين للديور ديالنا. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هاد الجوله ولا هاد الفلوق هذا اللي درت لكم. هنايا كيف ما قلت لكم هنا راه مشينا لهداك لاغو، يعني الواد هاد الواد هذا بعيد شي شويه، ولكن صراحه المناظر ديالو والبلاصه فين كاين زوينه بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا حنايا مازال غاديين في الطريق ان شاء الله في هاد الخرجه، كيف ما قلت لكم غادي نصايبوا فيه فطورنا وغادي نصايبوا نطيبوا فيه حتى الغدا ديالنا ونقدروا نديروا حتى ميريندا ديالنا، ومن بعد ان شاء الله عاد نشدوا الطريق. هنايا في هاد البلاصه راه مشينا لهاد البلاصه هادي فيها فيراجات وفيها حتى يعني الطريق مضيقه، يعني دايرين طريق وسط الجبل. من بعد ان شاء الله راه غادي ندخل لواحد الانفاق باش غادي نوصلوا لهداك اللاغو اللي قلت لكم بغينا نمشيو ليه. صافي هنايا كيف ما شفتوا صراحه راه المناظر غزاله بزاف بزاف هنايا. الصراحه كنتمشاو وكنشوفوا يعني كنوقفوا بعض المرات كنشوفوا واش غتعجبنا البلاصه اللي غادي نجلسوا فيها، كنوقفوا حتى كنشوفوا البلاصه واش غتعجبنا واش مناسبه لينا، الا ما عجبتناش كنكملوا على الطريق ديالنا حتى نلقاو البلاصه اللي مكتب لينا الله فيها غادي نجلسوا فيها. صافي هنايا كملنا عاوتاني الطريق هذا، هنايا دخلنا لاغو ديال لوفيري. انتم شفتوا ما شاء الله هذا الماء ديالو واحد الخضوريه فيه ما شاء الله زعما، والماء سبحان الله العظيم هنا هادي ما فيهش يعني الامواج. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذه المناظر، صراحه هذه المناظر كتشرح النفس كيف ما قلت لكم دائما، يعني مزيان الانسان يخرج يرفه على نفسه ويشوف يعني الطبيعه ويشوف خلق الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم هذا الطريق هي راه مضيقه بزاف، يعني الواحد خاصو يمشي وغادي حتى كنحتاطو في السوقان كما قلت لكم. من بعد ان شاء الله من بعد هذا الطريق هذه المضيقه من بعد غادي ندخلوا في شي واحد يعني نفق، ماشي واحد راه دخلنا بشي اربعه يمكن شي اربعه ديال الانفاق وسط الجبل اللي غادي يوصلنا لهذيك المنطقه اللي بغينا نمشيو ليها. صراحه انا خرجنا بكري باش نلقاو الوقت، لان ملي كتمشي للواد صراحه كتلقاه عامر ما شاء الله بالناس. كيف ما حنا معودينكم اغلبيه كنخرج الخرجه كنديروها لحد كيكون كلشي جالس من الخدمه وكنلقاو فيه تاع راحتنا باش نرفهو على التعب وعلى المشاغل ديال الاسبوع كما قلت لكم. صافي هنايا راه قربنا ندخلوا لهداك النفقات المنظر، انا هاد البلاصه هادي كتعجبني بزاف بزاف، كنت سبق ليا جيت لها انا والزوج ديالي وعاودنا مشينا لها دابا مع الاصدقاء ديالنا. صراحه كتعجبني بزاف بزاف هاد البلاصه، هانتوما كتشوفوا المناظر كي دايره غزاله ما شاء الله، يعني حتى الواحد كاع ما مشاش كاع ولا ما جلس يعني غاديه زعما بالطوموبيل وكتشوفي يعني المناظر اللي كترفه على النفس واللي كتشرح النفس. كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم هاد الفلوق هذا اللي خفيف. هنايا ما بغيتش زعما نزرب معكم يعني الطريق، بغيتكم تشوفوا حتى نتوما المناظر ديالنا اللي هنا في بلد ايطاليا. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يحفظ هاد البلد ويحفظ الاهل ديالها لان نحن عايشين فيها، ويحفظ البلد ديالنا ويحفظ جميع بلدان المسلمين اجمعين. كيف ما شفتوا هنايا راه دخلنا النفق، ولكن ما صورتش لكم من البدايه لانه طويل بزاف حتى الاخر عاد صورت. هنايا غادي نخرجوا من النفق، هنايا الصراحه راه دخلنا لشي ربعه الانفاق ولا مع خمسه ما بقيتش عاقله. صافي باش غادي نوصلوا لهداك المنطقه اللي غادي نمشيو ان شاء الله باش نجلسوا فيها. كيف ما كتشوفوا المناظر ما شاء الله، وراه حتى باقي
الحال يعني مغيم، واخا الحال سخون ولكن كيكون بحال هذاك الضباب مع يعني مع داك التفاعل ديال الماء مع الشمس، راه كيجي بحال الضباب حتى الواد. ولكن ما شاء الله راه كاينه الحراره كيف ما شفتوا هانتوما كتشوفوا. خليكم تتابعوا معايا هذا المنظر الغزال الرائع، وصراحه انا كنقول سعدات هاد الديور اللي ساكنين هنايا هكا قرب الواد، قرب لهذا المنظر ديال الماء ما شاء الله. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر الجميع اللي كيتفاعل ليا مع القناه ديالي وكيساندني ان شاء الله باش نزيد القدام ان شاء الله، وان شاء الله نفيدكم ولو بالشيء القليل. كنتمنى ان شاء الله اللي صادف القناه ديالي ولا اول مره كيشاهدها ان شاء الله يعني يشترك في القناه فضلا وليس امرا، ويفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وكيف ما قلت لكم ان شاء الله في القريب ان شاء الله العاجل غادي يكونوا بعض الوصفات. طلبوا مني بزاف ديال الاخوات اللي كيعرفوني يعني من قبل، يعني كيعرفوني يعني عن قرب بزاف، طلبوا مني بزاف الوصفات ان شاء الله. من بعد ان شاء الله غادي نقدمهم لكم في القناه. صافي هنايا ان شاء الله رجعنا، غادي نجلسوا ان شاء الله في هذا المكان هذا اللي شفتو. يعني راه كنحاول ما امكن باش ما نصورش الناس، لان من الافضل كيف ما الانسان ما كيبغيش الناس يصوروا حتى هو ما يبغيش الناس يصورهم. صافي هنايا كيف ما جلسنا راه بدينا باتاي هو الاول عمرناه، وغادي نديروا ان شاء الله الطاجين ديال الكفته، ولاننا فطرنا مزيان داكشي علاش مبغيناش نكثروا في الغدا. صافي هنايا غادي نسخنوا المسمن ديالنا وكنوجدوا ان شاء الله في الفطور ديالنا باش نحطوا الطبيله ديالتنا ديال الفطور. كيف ما شفتوا الطاجين ها هو راه صايبناه، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. يعني التحضيرات وهذا الشيء زعما اللي درناه اشياء بسيطه، المهم هو الانسان يخرج ويرفه على نفسه ويفوج ويحيد ستريس ديال الاسبوع. هذا هو اللي مهم. ما الكل ان شاء الله كيكون ان شاء الله، نتمنى من الله سبحانه وتعالى الكل يمر على خير وعلى بخير. صافي كيف ما شفتوا هنايا راه فرشنا جنب الواد كيف ما شفتوا. صافي هذا هو الفطور ديالنا، جنا البطاطس معمرين بالكفته، وجنا المسمن، جنا البطبوط، البيض، عمرنا اتاي كيف ما شفتوا. تجمعنا مع الاهل والاحباب ان شاء الله اللي كنخرجوا معهم دائما. كنتمنى ان شاء الله ربي يحفظهم لينا ان شاء الله، وما يحرمناش منهم ان شاء الله دنيا واخره، ويجمعنا الله ان شاء الله عنده في الجنه كما جمعنا في الدنيا يا رب. ويجمع اي صحبه طيبه اي صحبه طيبه، يعني محبه في الله من غير مطامع من غير اي شيء. الله يحفظ اي صحبه طيبه ويجعلنا ان شاء الله من الناس المجموعين ان شاء الله في الجنه. هذا الشيء اللي كاين هنايا كيف ما قلت لكم، راه تنشربوا في اتاي. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، صراحه ما شهيتكم فيه. يعني اتاي ديال الواد صراحه كيجي غزال بزاف بزاف، ونخليكم ان شاء الله مع هذا الفطور الشهي. صافي هنايا من بعد الفطور ان شاء الله هنايا حيدنا الفطور، حطينا الطاجين يطيب. صافي باش ان شاء الله نكونوا موجودين هنايا دغيا سرعت لكم، راه الطاجين راه طاب وحطينا الشليضات داكشي اللي غادي ناكلو اللي قسم لنا الله. صافي هنايا غادي نتغداو، ومن بعد ان شاء الله الغدا غادي نجلسوا شويه، نقدروا نشربوا قهوه حيت القهوه كنجيبوها معنا، نقدروا نشربوا قهوه. من بعد ان شاء الله غادي نشدوا الطريق، لان الانسان كيخرج من الصباح يعني بكري كيبقى لك الوقت وكتشبع يعني في الجلسه. لهلا يحرمنا من هذا الجمع الطيب، ولهلا يحرمنا من هاد الاصدقاء ومن هاد اللمه ان شاء الله طيبه يا ربي. الله يجمعنا عنده في الجنه كما جمعنا في الدنيا. صافي هنايا كملنا، يعني حاولت نسرع لكم. هنايا راه راجعين للدار ان شاء الله. صافي قررنا ان شاء الله منين نرجعوا غادي نمشيو لواحد المول عندنا هنا في ايطاليا كبير، سميتو اوريو سنتر، كبير بزاف صراحه. كتعجبني البيتزا ديالو، المكان الوحيد اللي كتعجبني فيه البيتزا، ناكلوها فيه. صافي ان شاء الله من بعد غادي نمشيو غادي نتعشاو تما، ناكلوا البيتزا ديالنا، ومن بعد ان شاء الله نمشيو للمحلات ديالنا، ما نطيبو ما نديرو حتى شي حاجه. صافي هنايا نتوما كتعاودوا تشوفوا معايا المنظر كيف ما شفتوا، حنا دابا راجعين ان شاء الله. يعني حاولنا نمشيو شويه بكري لان كيكون الزحام بزاف في الطريق، لان كلشي الناس كيكونوا خارجين.
يعني وكيكون الزحام كيكون الترافيك في الطريق يعني تقدر تعطل حتى نص ساعة حتى ساعة الا ربع هكاك، في يعني غير في الزحام في الطريق. داكشي علاش كنقولوا نخرجوا بكري باش نرجعوا للدار، باش نخرجوا في الوقت شوية باقي مرخوف، باقي الناس جالسين في اللي لاقي. صافي هذا هو اللي كاين. اما اللي كما قلت لكم ها هو النفق، راه طويل بزاف كما قلت لكم، ولكن زوين، فيه واحد البرد وواحد الرطوبه، عرفتي هنا بارد بزاف، واحد البروديه يعني واخا تكون الحراره سبحان الله العظيم برا الداخل كيكون فيه البرد. وهنايا صافي راه وصلنا، مشينا لهذاك المول اللي قلت لكم حنا والاصدقاء ديالنا. صافي دوموندينا على البيتزات اللي بغينا، الشكيلات اللي بغينا، والموناضه صافي، وجلسنا تعشينا وضحكنا ونشطنا. نتمنى ان شاء الله هاد الفلوغ ينال الاعجاب ديالكم، وهاد الخرجه المتواضعه تنال الاعجاب ديالكم. طلبوا مني بزاف البنات بقاو ندير لهم هكا الفلوغات، ان شاء الله في القريب ان شاء الله، مع بعض الوصفات ان شاء الله، مع بعض التدابير ديال المنزل، بعض المنظفات وبعض المطهرات ديال البيت، ويعني العطورات اللي كيكونوا في البيت والرائحه ديال البيت، يعني بزاف ديال الحوايج ان شاء الله في المستقبل، في القريب العاجل ان شاء الله غادي نقدمهم لكم. كيف ما لكم جاو عندي الناس بزاف واقترحوا عليا هاد الافكار هادو اللي كيشوفوهم عندي في البيت ديالي، قالك تشاركيهم معنا في القناه. ان شاء الله في القريب العاجل غادي يكونوا وصفات، وغيكونوا ان شاء الله نصائح، وغيكونوا شي تدابير منزليه شهيه طيبه. وكنتمنى ينال اعجابكم البلوك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.